قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زي كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت غلباوي قوي. يعني افندم. اهلا ابن حميدو. ازيك يا حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. ما قلنا معلش بقى يا ابن حميدو. والله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامة يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. غريبة يا ابن حميد، انتوا ما بتفتشوش؟ عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في الدكات. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما همات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشنا احسن. ايه عند الشجر اللي هناك؟ اهم جم. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو! حسن! الله، فين حنف امال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ أبد، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة علشان تنصبوها. ايه رايك في لتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني، دي كبيره قوي، دي طاره الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيز؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالك. طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منهم، حد يفطس يختص، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيز؟ ده
زعلانة عشان انت رحت ورا لتانية. أما مجنونة صحيح، وراحت فين؟ ورا لتالتة. أنت مشيتي ليه؟ حبيت أخليلك الجو مع الخواجاية بتاعتك دي. يا عبيطة، ده أنت دفرك برقبتها. أمال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني، مفيش غير واحدة بس في كل الدنيا اللي هي ما تنظر، معناها غضبانة وزعلانة، لكن أنا متأكد إنها بتحبني زي ما أنا بحبها. عزيزة. الله سيبني. عزيزة، أنا بحبك يا عزيزة. سيبني بقولك. الله. بحبك. إيه اللي أنت عملته؟ مش عارفة إيه اللي عملته. عملت كده. أنا بحبك يا حسن من أول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيري، لأني عارفة إن أنا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، عايش معاه طول حياتي متعذبة، وانت في يوم من الايام هتلاقي واحدة تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. اؤكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزة. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايدة وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزة، انا ما اقدرش اوعدك بحاجة دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزت. تتجوزني بكره؟ يا ريت، يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبيني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيز، لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. نظركم. اهلا وسهلا. خد يا حسن اشوي دي على باب المقلع. انت هتقلع اكتر من كده؟ ايوه، علشان قلبي. يو، يلا بينا حميد. الله، احنا لسه قعدنا. انت كنت عايز تقعدي قعدي انت. يو، استني يا عزيزه. الوداع يا ميد. الوداع، مع السلامه يا حميد. الا ما لا لا، الوداع حبيبي. ما هو رايحه فين يا ست؟ هتمشى شوية. اجونتك؟ لا، خليك مستريح. خليك انت هنا، ما تتنقلش. رايح فين؟ رايح وراها. ايوه وصلت. وصلت 48 انبوبة كاف و84 انبوبة ها. والثمن؟ سوليف هيدا. حصمة انجفلت. 5000 جنيه. وامتى هنستلم البضاعة؟ تعذيب اسمه. تعبار اصباحي بيزا نبر. ساعة 4 يوم الخميس بطن الزير. تطلع فين بطن الزير دي؟ ملكش دعوة، انا عارفة قصده ايه. جاية ورايا، سبقتها عن طريق تاني. البت مريض شافتك كنت ماشي وراها. اهي رجعت، يلا بينا نتدارك حتة. بالعكس، لازم نخليها تشوفنا. مين اللي ماشي هناك؟ انا لا تانية. انتوا لسه ما نمتوش؟ ننام ازاي واحنا جايين نحرسكم ولا ننام؟ برافو عليك،
تصبح على خير. وانت من اهل الخير. هتعمل ايه دلوقتي؟ تعرف حته اسمها بطن الزير؟ انا يا اخويا لا بعرف بطن الزير ولا الحماله. والباس كمان ما اعرفهاش. ده لازم سين بينهم وبين بعض. انا هوصل السويس ابلغ الرئاسه وارجع حالي. انا مش فاهمني حصل ايه ولا حاسبني زي الطور كده؟ لما ارجع ابقى افهمك كل حاجه. امال ازاي لما رجعت لاقيش موجود؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي وراك. مش معقول، والا كان وصل بعد تلاقيه كان رايح حته ثانيه. على العموم لازم نتاكد ونعرف مش وراك لغايه فين. ما لو كانوا بليس هنروح كلنا في داهيه. انتوا شكاكين زياده عن اللزوم. الشغله زي اللي بنشتغلها الواحد لازم يشك في اخوه. ما تطلعي تجسي نبضهم. ما انا لسه داخله قدام. لو خرجت تاني وقعدت اسالهم وجسي نبضهم هتبقى مكشوفه قوي. الصبح له عينين. واذا كان هما بوليس يستنوا علينا للصبح يعني هيعملوا ايه؟ هيقبضوا علينا. ويقبضوا علينا ليه؟ بضاعه ما عندناش. احنا ناس اشراف جايين نتفسح زينا زي غيرنا. مش يمكن سمعك وانت بتتفق مع صاحبنا على استلام البضاعه يوم الخميس؟ وافرض محدش يعرف بطن الزير دي فين غيرنا احنا. برضه الاحتياط واجب. بكره الصبح انت ومريز تشتغلوا عليهم وتشوفوا لنا حكايتهم ايه. بتناموا بالنهار. هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حق تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالك؟ بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمع كلمة البوليس دي ابدا. ليه ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحة تجار مخدرات. يا خبر تجار مخدرات؟ ايوه اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقة. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي. قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شاكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقولوا على نفسه مهرب لناس ما اعرفهمش. كمان ابتديت اتناقش. دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتأكد من كل حاجة، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. غلطت جبت لك المايو بتاعي. Thank you.
شويه مباحث والمباحث. الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ. البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا. ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع شهر العمر كله بشربة مية ونرجع للفقر من تاني؟ هما النسانة ما يقفشونا وناخد 25 سنة؟ هما مش ممكن يقبضوا علينا إلا بعد ما نستلم البضاعة. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بإيه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وأنا هدخل عليهم بطريقة تانية. استنيني في الخيمة انت ومريض. مريض تعال. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشرب ميه كتير من البحر. طب تعال استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكوا في حكايه. خير؟ تعال استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك غوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. ده تانية قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمة. والإيد لوحدها ما تسقفش. أفش. ويا بختي من نفع واستنفع. أنفع. بس أحب أتأكد الأول. أكد. تعرف في أصناف الحشيش؟ إيه اللي ما أعرفش كويسة دي؟ طب إيه آخر أصناف نزلت السوق؟ أقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعادة، لكن إيه؟ ملبن. حاجة على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعية المنتفعين. حلو قوي. لا ابن كار صحيح. لا تانية كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شوية كوكايين عاوزكم توصلوهم لغاية مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعة هتكون جاهزة يوم الخميس الساعة 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حادق، واحدة واحدة، كل شيء هتعرفه في أوانه. أما أروح أنا أوضب شغل. شايف حدائق محسوبك؟ أهم طبوا يا عم زي الجرادل. أنا كان لازم يرقوني لواء. لواء. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهو فايق حسن عندهم، ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميده قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري، ايه اللي يخلينا نستنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت بالفلوس. جود لك. يلا بينا. يلا بينا. فين؟ مع السلامة. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. يلا تخبي لك الصندوق حاجة أحسن. تخبي مين يا عم؟ احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. ما
كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي، في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ فضل. تشاو. طلعت استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم، من ساعه ما لقيت جواب مسبق عرفت انهم فتشوا هدومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكايه النهارده برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عمليه التهريب الاصليه؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وانا متاكد ان بقيه العصابه بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعه وتهريبها. انا معتمد على الله وعليكم يا حسن، انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوه في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامه.